بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عواشر مبروكة، نتمنى كل شيء يكون بخير. اليوم إن شاء الله نكملوا على الفورماسيون اللي كنا ديجا بدينا فيها، ودرنا فيها سيونس، ودرنا فيها ثلاثة ديال الفيديوهات. الفيديو الأول تعرفنا على اللوجيسيال ككل، على أول بلان، وشفنا الفرق بينه وبين الريفيت ستريكتير، وما بين تاكلا. والفيديو الثاني عرفنا كيفاش نامبورتي واحد فيشي اوتوكاد، كيفاش نامبورتي واحد البلان من الاوتوكاد ونحطوه في اول بلان باش نخدمو عليه. اليوم ان شاء الله غنكمل الفورماسيون ديالنا. الهدف من الفورماسيون كما قلنا في الاول هو نعرف الناس انه ما كاينش غير لوجيسيال واحد باش تخدم به الموديليزاسيون والدسا، كاين بزاف الاختيارات. معظم الناس لا القدام ولا الجداد تتعرف غير ريفيت، وبينا على انه كاين اختيارات بزاف باش تخدم بها، ما كاينش غير ريفيت ستريكتير. للاسف بزاف الناس لا القدام ولا الجداد مازال ما عارفينش هذه المساله، مازال ما عارفينش بان كاين اول بلون ستريكتير تيدير نفس الخدمه اللي تيديرها الريفيت، وكاين تيكلا ستريكتور كذلك ومثال هو تيدير نفس الخدمه، وتبقى ديك الاختيار اللوجيسيال اللي تلقاه بالنسبه ليك اكثر، تعطيك دي بلون اللي هما هوت كاليتي، وتعطيك يعني واحد الغابيديتي في الديسان الى اخره. فالمشكلة اللي عندنا هو ما كاينش فورماسيون في هاد اللوجيسيالات هذا او نيفو ديال ستريكتور. مثلا تيكلا ستركتور غتلقاه في الميتال اكثر ما غتلقاه دي فورماسيون في البيتون. اول بلون فورماسيون كاينه، ولكن بلغات اجنبيه اللي صعيبه بحال الرومانيه بحال الايطاليه الى اخره، بالعربيه ما كايناش. على هاد الفورماسيون كما قلت لكم في الاول هي حصريه، واول عربي تيدير او اول مغربي تيدير فورماسيون على اول بلون. هذا ما تيعنيش انه في المغرب العربي والعرب بصفة عامة ما تيخدموش به. كاين كما شفت بعض الإخوة التونسيين تيخدموا به، ولكن مع ذلك ما كاينش فورماسيون للأسف الشديد. فهو لوجيسيال واعر، وبمجرد أنك تعرف عليه تقدر تكيتي الريفيت وتقدر تبدا تخدم في أول بلون. على العموم كل لوجيسيال من هادو عندهم بطبيعة الحال نقاط ضعف ونقاط قوة، وتبقى لك في النهاية كما قلت في الأول الاختيار أين لوجيسيال غادي تخدم به. واخا باش ما نطولش عليكم، ان شاء الله كما قلت لكم شفنا في الفيديو الاول تعرفنا على لوجيسيال كاكول، وشفناه باختصار. في الفيديو الثاني شفنا كيفاش نامبورتي واحد الفيشي ديال الاوتوكاد ونخدموا عليه. دابا غنكملوا في الفيديو الثالث او في الفيديو الرابع، لان الثالث كان اونتر بارونتيز كيفاش موديليزيو واحد الدال بالوردي، دال وردي، وكان ما كانش تابع للسلسله بطبيعه الحال. غير هذا نقدر نعتبره هو الفيديو الثالث لانه تابع الفيديو الاول والثاني. ما علينا، اللي وصل معايا لهذا النيفو هذا وامبورط هذا الفيشي اللي كنت ديجا صيفطته لكم، غنكملوا اليوم ان شاء الله، وغادي ندخلوا لهذا البار ديال لي كالك. هنا كما قلت لكم هنا ممكن نحطوا لي كالك ديالنا، وهنا ممكن نحطوا لي نيفو ولي بيسور ديال لادار الى اخره. فقلت لكم في الفيديو الاول انك عندك جوج اختيارات، اما تموديليزي البلون كامل وتنسى عليك هاد لي نيفو وتلخر عاد تقادهم، او من الاحسن من الافضل انك تقاد لي نيفو كما كاينه في الريفيت من طبيعه الحال، تقاد لي نيفو ديالك عاد تبدا الخدمه، لانه تيسامبلي فيها لك الخدمه. فغنديروا هاد القضية هادي، ما غنموديليزيوش، بعدا نقادو لي نيفو ديالنا، وعاد ديك الساعة غادي نبداو نموديليزيو. غنمشيو لهاد ليكون هادي لي جيستيونير ديال بلون ريفيرونس، غنكليكيو عليها. غنشوفو هنا بأنه كنا حنا ديجا خدينا دوزي طاج وخدينا الفونداسيون، فحنايا في البلون ديالنا في لوتوكاد لي غنصيفطو ليكم عندنا غيت شوسي، وعندنا البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج، وعندنا لا كاج دي سكالي، لاغطا ديال لي سكالي. كيما تتشوفو هنا عندنا بروميي والدوزيام ولاغطا ديال لي سكالي. غنشوفو لي نيفو هنا اللي عاطي لارشيتيكت، عطينا 54 هنا في الغيت شوسي،
وعطينا في لي بيسور ديال لا دال 25 وعطينا 2.80 في لي زيتاج كورون، وتقريبا 2.20 متر هنا حتى 2.50 متر في لا كاج دي سكالي. عاد الدالة ديال الفان او ديال الكاز او شوف اللي غنديرو دابا. فما علينا، حنا اللي تيهمنا هو هاد لي نيفو اللي هو لي هوتور اللي هما سو بلافون. لا دال ما غنديروش فيها 25 لان منين خدمت فدال عطاتني غيفا، تشوف هنا غيفا 15+5. الوغ غنمشيو ب لي هوتور سو بلافون اللي عندنا هنا. بار كونتر هنا غادي نديرو 0.20 في عود 0.25. داكور، غنرجعو لأول بلون ديالنا و غنبداو نضيفو وحدة جديدة. هنا تنشوفو بأن عندنا غيت شوسي، عندنا الفونداسيون، عندنا بخومي و دوزيام. إذا مازال ناقصنا نيفو، غنرجعو لهادي نوفو موديل. غتعطينا هاد البار، غادي نزيدو هنا أو نخليوها. إذا عندنا بروميير دوزيام، إذا تخوا غنخليوها تخوا وما غنقيسو حتى شي حاجة هنايا وغنديرو أوكي. فوالا هو زاد نيفو هنا. هنا غنبقاو نقادو لي نيفو ديالي. ألوغ هنا غادي نديرو زيرو، هنا غنخليوها 1.20 متر. علاش؟ لأنه الفون دو فوي 1.20 متر، يعني المينيمو حنا غنخليو 1.20 متر هي المينيمو، لأن ما عندناش حنايا ما عندناش الفون دو فوي شحال حاليا. ف بار ديفو غنخليوها 20. هنايا غنديرو زيرو، غنديرو موان 1.20 باردون، نرجعو هنا زيرو. اوكي هنا زيرو. اوكي هي ماشي زيرو، هي موان ان فان، لان تحت من زيرو زيرو غيكون هنا. اشاك فوا تنكليكي او تنموديفي لي نيفو تيعطيني هاد البار هادي. وهنايا تيقول لك واش زعما تكونسيرفي لي طوغ لي الفوق ولا لي لتحت، يعني واش تحتفظ بلي طوغ لي الفوق كما هما وتبدل في التحت، او العكس، يعني اما تحتفظ بلي لتحت وتبدل لي الفوق. فانا بار ديفو ديما غندير اوكي، نخليها هكا. هو هنا ولا موان ان فان، هنا عندنا 2.80 داكشي اللي عندنا. هنا قلنا لا دال فيها 15+5 او 16+4، يعني 20 هي هذيك. هنا باردون هنايا لا، عندنا في الغيت شوسي كتر من 2.80، جو بونس عندنا 54. نرجعو هنا ونشوفو، فوالا عندنا هنا 54. نرجعو وغنبدلو هنا 4 سكوند. اوكي هنا عندنا 2.80 في البروميير ايطاج، 2.80 في الدوزيام ايطاج، وغنزيدو هنا واحد النيفو. هنايا كان 3 نزت نيفو. اوكي فوالا مزادش، علاش مزادش؟ فوالا هو تيكخي، بارو تيكخي موديل جديد. سي هو كخي هنايا، تيكخي ليا موديل جديد هنا. انا ما خصنيش موديل جديد، انا باغي نموديفي في نفس الموديل. غنسيبريمي هادو، هاد لي موديل غنسيبريميهم وغنمشي لهذا وغندير موديفي الموديل. الو غنرجع هنا، عندنا لايت شوسي، عندنا بروميي، وعندنا دوزيام، وعندنا لاكاج ديسكالي. غندير هنا كات. اوكي نشوفو هنا عندنا لغيت شوسي هو هدا. نرجعو لموديفيو عاوتاني هدا حيت موديفي في الموديل. فعندنا لغيت شوسي هو هدا 54، وعندنا البخوميير ايطاج، وعندنا الدوزيام ايطاج، وعندنا لاكاج ديسكالي. نرجعو هنا غنديرو، لأن يعني عندنا هنا زيرو. اوكي موان ان متر 20 فون دو فوي هي هاديك، 54 في الغيت شوسي هي هاديك، 20 في لادال هي هاديك، 2.80 في البخوميير ايطاج، 20 في لادال ديالو، و 2.80 في دوزيام ايطاج، و 20 ديال لادال ديالو. وهنا 2.50 متر هاهي بار ديفو طات عندنا. هنا النيفو نسيو سويتش، هنا غنديرو زيرو. داكور، إذا هنا الأمور مزيان واضحة. هنا عطانا بزاف د السيت، فالسيت غنحيدو. داكوغ غنسيبريمي سويت حيت ما عندنا ما نديرو بيها الساعة.
لا هنايا عندنا ان ادخلها، ان ادخلها ارجعوا هنايا للزيرو هاد البلاصه. اوكي موا ان ادخلها النيفو ديال الدالاج هو الزيرو، او النيفو ديال الريتشوسي نيفو با ديال الريتشوسي او انفيريور هو الزيرو. 4 سكون في لاطور سو بلافون ديال الريتشوسي، 20 في لا دال ديالو، 2 80 بروميير ايتاج، دو 80 دوزيام ايتاج، اي 2 سكونت في لا كاج ديسكالي. غادي نديرو اوكي. اذا هذا هو النيفو ديالنا، تقدر هادي تخدمها، تقدر تصورها، تقدر تامبريميها، يعني تقدر تحتفظ بها وديرها مع البلون ديالك باش يعرفوا لي نيفو ديالهم بحال اللي كاينه في الريبيت. اوكي هاد المساله هادي اللي درنا في الاول هي مزيانه. علاش؟ لانه ديك الساعه تنخدموا مرتاحين، ما نبقاوش نقادو مثلا لي بوطو بحديتهم، لي سوميل ديال بحديتهم، لي نيفو غيبقى يعطيهم لنا اوتوماتيك. غادي نديرو اوكي هنا، اوكي عاوتاني، وهنا غنشوفو بان كاين الباتيمون ديالنا، ها الريتشوسي، ها البروميير ايتاج، دوزيام ايتاج، اي فونداسيون. هنا تتشوفو لي نيفو، نيفو انفيريور زيرو، نيفو انفيريور هو موا ان متر فان، نيفو سيب هو زيرو. وكذلك مثلا بالنسبة لزيتاج، دوزيام ايتاج، بروميير ايتاج، فمثلا الريتشوسي تبدا من زيرو تال 4 سكون، لا هوتور سو بلافون. الى زدنا عليها 20 تتولي 74، 74 زيد عليها 80 تتولي 57، 57 زيد عليها 20 تتولي 77، 20 ديال لادار تتولي 1050 اللي هو لا هوتور سو بلافون ديال دوزيام ايتاج. لا طوطال يعني من الزيرو.